استزارة شؤون الشباب والرياضة من خلال هذه الرحلة أن يحظى شبابها اللامع على فرصة متميزة وفريدة من نوعها من خلال المشاركة في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020. ونشكر وزارة شؤون الشباب والرياضة اللي أتاحوا لنا الفرصة للمشاركة في معرض إكسبو 2020، كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد، بحيث أن اجتمعنا معه في جناح مملكة البحرين. تم إعطاء المشاركين تحديات تتناسب مع أقسام إكسبو دبي 2020، واللي أعطتهم فرصة للبحث والاطلاع واكتشاف المعرض من منظور مختلف، واللي أكيد راح يكون له مردود إيجابي على مملكتنا الغالية. تم تقسيمنا لثلاث مجموعات، المجموعة الأولى مختصة بتغطية منطقة الفرص، المجموعة الثانية مختصة بتغطية منطقة الاستدامة، والمجموعة الثالثة مختصة بتغطية منطقة التنقل. احنا عقب ما استلمنا تفاصيل التحدي توجهنا مع سعادة الوزير إلى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة. خذونا في نقلة ملهمة ادمجوا فيها ثقافتهم قيمهم مع مستقبلهم. فإحنا كفريق عمل اجتمعنا بعدها وحطينا خطة عشان نزور عدة أجنحة للتعرف على ثقافات مختلف الدول واستراتيجياتهم في تطوير وتنمية الشباب. وبالتالي كانت مهمتي الأساسية هي أني أزور أجنحة مجموعة من الدول وأشوف شنو الخدمات اللي يقدمونها الشبابية، وأحاول أستفيد من هذه الخدمات وأفكر شنو ممكن نعكسها في مملكة البحرين. زيارتنا لهالأجنحة ساهمت في زيادة معرفتنا اللي يقدمونه من البرامج التدريبية وفرص العمل اللي لها دور أساسي في تنمية الشباب. طبعاً تشرفنا بزيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى جناح البحرين في دبي إكسبو 2020. طبعاً تشرفنا جداً بالسلام عليه، وكلماته جداً كان لها وقع كبير على نفوسنا إحنا كشباب ووفد لامع. طبعاً كانت كلماته جداً مشجعة وجداً ملهمة للاستمرار في العطاء والتميز وإبراز إمكانات شباب البحرين في مختلف المجالات. تم استضافتنا في جناح الشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب من قبل مدير عام المؤسسة سعادة سيد سعيد النظري، وخذونا في جولة ملهمة لتعريف النموذج الإماراتي لتمكين وإشراك الشباب من خلال برامج وأنشطة المؤسسة، ولاحظنا أن في أوجه تشابه كثيرة بين الدولتين. استفدنا جداً من خبراتهم ومن تجاربهم ومن القيم اللي يرتكزون عليها في تمكين الشباب وخدمة الشباب أو تلبية احتياجات الشباب، وتم نقل المعرفة والخبرات فيما بين الطرفين. وفي هذه الرحلة من خلال هذه التحديات أثبتوا اللامعين أنهم فعلاً ذهب بسبب حماسهم، طاقتهم الإيجابية ومجهودهم في الالتزام في أدق تفاصيل البرنامج.